البارح سيدي حنا خدامين توقعت واحد الشوشره في الشارع ديال بني مقيلد، شي خرجنا كنشوفو لقينا متولي محايده ليه الرويضه، وقعت ليه الحادثه في جوج مارس في المصحه، كان جاي من المصحه ديال جوج مارس وقعت ليه الحادثه. هذا العمل مفتعل منين الله اعلم، السيد كان جاي عتطرت ليه الرويضه مالو مسكين الله اعلم. حنا شدينا دخلنا عندنا القهوه ديال الرجاء، دخلنا عندنا لداخل وكان شويه متوتر بزاف وصفر ومخلوع وعباد الله مجوق عليه، وقفنا معاه وقفنا معاه لغايه ما جاو الامن وخرجوا صوبوا لي الطوموبيل ديالو وداوه مشاو معاه. كان السي محسن جاي من الطبيب ديالو، وصل لهاد الكروازمه هنايا، مع ضروري خصو ماركي ستوب عاد يدور. حنا باركين هنايا في القهوه، كتبان لينا الرويضه خرجت من الطوموبيل، فهمت؟ رويضه كبيره، جينا عند الدراري لقينا بارك في واحد الحاله ما نعاودش كيخمم، هاز البولونات في يديه بحال ما هكا، خرجوا الدراري خرجوه طلعوا القهوه برك، فهمتي؟ والعقل ديالو ما كاينش، ما حلشوا الطوموبيله، ما حلشوا داكشي اللي وقع ليه. ملي سولته قلت له محسن اش هادشي، قال لي اللي دار لي هادشي راه داروا لي في المصحه ديال دومارس، هادشي رانا مستهدف به وهادشي اللي كاين، وطلع السيد راه عالم به الله، فهمتي؟ عاد جاوا رجال الامن والدراري راهم ما كاينين التصاور ديالهم كلشي، جاب الله لقى الدراري ولا الدرب هنايا وطلع، وجاو الناس صايبوا ليه الرويضه ديالو وجاو الامن عاد الدواء. هي كانت مسكين في واحد الازمه ما كنكذبش عليك، اي واحد تشوق عليه جاب الله، هو دابا دخل ضرب السلطان وجا لهنا ووقت الماتش كما كيقولوا الاخوان، فهمتي؟ كاين الاوراق هنا ديال الدراري كانوا كيبيعوا له، حيت البارح كان ماتش الوداد، فهمتي؟ والدراري تما راه وداديين وقفوا معاه، راه ما نساوش الخير ديالهم، ومن الصدف هو رجاوي وجا القهوه ديال الرجاء، واخا تبدلت لها السميه ديالها راه جا عند الدراري، راه بحال جا عند الوالده ديالو، هذاك السيد راه مرضي الوالدين وتبعناه حتى للدرب ديالهم، فهمتي؟ حط طوموبيله وطلع، لان زعما شي حاجه راه ما نكذبش عليك، لا اله الا الله محمد رسول الله. والصراحه حنا ماشي محسن نوقفوا مع اي لعاب واي مسلم طرا لي هذا المشكل، غنواقفوا ونوقفوا معاه ونعاونوه حتى يمشي في حالاته، ماشي حيت كيلعب في الرجاء ولا يكون تيلعب في الوداد ولا في الجيش ولا، هذه كتبقى كره، هذا كيبقى لعاب في التيران، ملي غنتلاقاو معاه في الزنقه ما كيبقاش لعاب، كيولي خونا. وحنا وقفنا معاه في سبيل الله ونوقفوا مع اي لعاب، والجمهور ديال الوداد البارح حتى هما وقفوا معانا، مشاو جابوا معانا الميكانيك وركبوا الرويضه. صراحه ماشي جمهور الوداد نقول لك عايروا ولا سبوا، لا ما كاينش اللي عايروا وما كاينش اللي سبوا، حتى هما وقفوا معانا الوينرز، وقفوا معانا حتى تصيب الطوموبيل ديالو ودخلنا هنا للقهوه ريحناه، ومنين صلحات السياره ديالو مشى في حالاته. باش يقول لك شي واحد عيرو ولا ضرب الطوموبيل ولا، ما كاينش اللي ادى داك الشيء، وكان الجمهور الوداد هنا كيبيعوا التذاكر، اقسم بالله الا تا هما داروا يديهم عاونوه وبقى فيهم، ماشي قال لك لا حيت كيلعب في الرجاء ولا قال لك لا ما خصوش يوقع عليه هذا المشكل. وحنا راه ماشي هو اللي نوقفوا معاه، راه نوقفوا مع اي مسلم وقع عليه نفس هذا المشكل راه نوقفوا معاه. الحاله ديالو هو كيبقى كلعاب وحنا ما غنعرفوش كيفاش وقع عليه المشكل، ما كناش معاه، هو كيحمد الله ويشكره اللي جا بعدا لهنا وجا للمنبع ديالو فين كبر في ضرب السلطان فين وقع عليه المشكل، ولقى الدراري تبارك الله وصلاحهم بيه راه وقفوا معاه، وتتصلحات السياره ديالو راه مشى في حالاته، ما تادى ما تادات ليه لا السياره لا هو. الصراحه شوف حنا كلمه الحق نقولوها، هذوك الناس بعاد على هذا المشكل، شوف جماهير الوداد بعاد على هذا المشكل، وجماهير الوداد متخلقه ما غاديرش هذا الشيء. انا كنعرف جمهور الوداد، كنعرف جمهور الرجاء، انا كبرت في التيران، جمهور الوداد متخلق ما يديرش بحال هكا، ونتحدى اي واحد ويجيب لي اي واحد هو نيت اللعاب نيت اللي وقع عليه المشكل هو نيت محسن، يجيب لنا شي دليل اللي كيدل باللي جمهور الوداد دار ليه هكا. ما نبقاوش حنا نحبوا هاد الفرقه كاع حتى حنا، ما نبقاوش نشجعوها وما نبقاوش نتفرجوا فيها. شوف جمهور الوداد بعيد على هذا المشكل، هذا المشكل تيبقى ميكانيك اللي مشى يصلح عنده السياره، العلم لله شنو نسى والعلم لله شنو دار، اما باش جمهور الوداد غيمشي للسياره ويحل لك الرويضه راه ما يمكنش. وجمهور الوداد كنعرفو انا متخلق ما كيديرش بحال هذا الشيء. السيد ماشي مصدوم ولا مفاعل، السيد صدم
من بعد ديك الحركه اللي طرات ليه ماشي تلقاو لي العيال طرا الوينيرس ولا شي حاجه الوي هادشي اكدوا ما كاين وهذوك كاع ذوك الفيديوهات اللي تلاحوا البارح كيقولوا بان متولي الرجاوين عتقوره ما كاينش شي رجاوي شاف فيه راه كانوا كيشوفوا الرجاوين وما هضروش راه الوداد فعلا تلاقاو معاه حاش كان الماتش ديال الوداد وطرا ليه الحادث حدا الجمهور ديال الوداد راه عادي راه اي واحد غيشوف واحد اللعاب ديال الغريم راه غيسبوا راه غيدير هادشي راه ماشي افعال صبيانيه عادي لعاب ديال الكره عادي تفكات القضيه ما تعيروا ما تصبغوا لي لا طوموبيل بحال مترجي لا والو تفك القضيه فكيناه دينا القهوه اللي يقول لك شي واحد كان كياكل الطون ما كانوا معاه لا ولادو لا والو كان سيد بوحدو جاي بحال شو طالع لدارو من هنايا طاحت ليه الرويده وقف وسط الجمهور الجمهور بقى كيعير فيه جيت دخلت هضرت مع الدراري ديال الوداد احترموه ما هضروش معاه بقى سيس معاه من الحير مع الرجاويين الجمهور ديال الراجل نقولك صراحه ماشي ديك الفكره ديال الراجل هادشي راه خاوي حنا راه خوت مع بعضياتنا راه الكره راه ماشي مشاكل ولا باغي بنادم يتضارب بحال الراجل بحال الوي حنا راه باغيين نشوفوا في هاد الجمهور خاصهم يتحدوا يديروا قدوه الكره المغربيه هادشي راه والو مشاكل السيد راه ولد دربنا السيد راه ولد دربنا باقي يكون رجاوي كيلعب مع الراجا حنا يكون ولد دربنا حنا راه الانسانيه الاولى علاش اليهودي غيبان لك كيموت ما تعتقوش راه حشومه هادشي ولا كاين راه هادشي راه غير عمليه سرقه كنبغي يشفروا ليه الرويده راه عنده خمسه البالونات والسانود ديال البالون الخامس عنده في المالا راه هي اللي سيلي بقات عاشقه حتى لهنا راه المرسيدس راه اللي غادي راه بدي يقولوا هذوك اللي كيديروا اللايف البارح كيعيروا في الوداديين كيقولوا هادي لا هادي هذاك شي علامه كيبقى يطلقوا عندنا راه المعقول راه متولي وجاوز ولا كذب شي كلمه يجي كذبنا ما كاين لا عداوه بيننا وبينهم لا والو حنا ديما وداد ديما راجا راه بيضاوي حنا راه مغاربه هادشي راه عطاو شي وحدين عطاو شي حاجه شي حاجه خايبه ما عندناش حنا هادشي انا ما كرهتش الجماهير ديالنا لا الوداد لا الراجا يتحدوا يدخلوا التيران يتفرجوا مجموعين ما كاين لا عداوه لا والو يتفرجوا في كره سهله ويصفقوا اللي ربح مرحبا اللي خسر مرحبا هادشي راه كيطيحوا فيه الروح عباد الله كيمشيو كيتصيدوا الدراري صغار كيمشيو للحبس بالغراق على والو كتلقى ما يدير والو اللي دايرين هربوا داكشي اللي كاين وديما ويدا وديما راجا